يقول ما ريضولي على الكاميرا ايه ما ريضولي تنشد الضعن عن نيته عن نيته حفيان جدمي ورا المجفين عن نيته عن نيته يوم رحلت دليلي بنار عن نيته وأضحيت حال الطعين المال عيوني عيوني شنتولي ذروة هنجار الوقت وعيوني والله والله ما لوم هشماها اللي تعيوني والله يا كاملين العقل على البال عن نيته الله اي والله تعيش الله تسلم من المشاركات عيشوني بعز الجميع كانت اكو فرد قصة للعمامي محيميد زويد وحسين زويد كانوا ساكنين منطقة البيجي وبحكم الوظيفة بالشرطية كان عمي محيميد سكن مصيف صلاح الدين والنقطة اللي كان يلزم بها الواجب هي يسمونها براس جبل 14 لوفة لوفة كل أكثر الرايحين شايفين معروف لوفات صلاح الدين فحسين اشتاق لمحاميد ورا لا جليل شهر هلك زويد لو غيرهم زويد الجاموس العقيدات ها اي فحسين قال أريد أروح أسير على أخوي أنا اشتاقيت له أروح أشوف محاميد اي والله وتعنى مني يعني من البيجي على صلاح الدين على صلاح الدين يوم صعد جبل 14 لوفه وان هذا ابو صلاح بالواجب فوق الجبل ها حسين ايش جابك شعنا كذا الله حي وكذا قال والله اشتاقيت لك جيت اشوفك قال عجل فوت قدامك ام صلاح واني هسه على حقك يا سلام تلقاه عمتي هلا بحسين هلا يا خي اشهد لك الدرب ايش فطنك ايش جابك قال واللي ماني عنيت جدمي على محاميد تاشوفه وعديت هن بالطريق 14 لوفه يا ابو الله 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 والله يقول يوم رجع عم محاميد وتسامروا وقعدوا وبلوا شوقهم بعضهم مع بعض يوم تا يصدر تا يمشي عمتي قالت ابو صلاح ترى عود حسين يوم وصل ونشدته قال ترى عنيت جدمي على محاميد تاشوفه وعديت هن بالطريق 14 لوفه قالوا عاد عم محاميد قالوا تايب تهج خاطري درب تصاويرك وتدري يا غالي القلب ما عاشرت غيرك الله يرد له عاد حسين يقول له لو يبتهج خاطرك دربت لي مكتوب بلا مكيف على فراقنا مدك بعد النوم سلامتكم.